الطلاق قد يحدث في الواقع، خلونا نكون واقعيين، هناك أسر صار فيها الطلاق وهناك أبناء يعيشون أيضا تحت أو في ظل هذا الطلاق الذي صار بين الوالدين. لكن الطلاق لا يعني أنك لازم يا ولد تنحرف ولازم يا ولد تضيع. الأهم من ذلك كيف نتعامل نحن بعد الطلاق. هناك قصص كثيرة يا جماعة لأبناء نجحوا في حياتهم واستقروا في حياتهم وتقلدوا المناصب وتعلموا مع أنهم عاشوا في بيئة قاسية. المهم أن نحن بعد الطلاق ما نبقى طول عمرنا نتحارب في المحاكم. الطلاق ما نحرم عيالنا من حقوقهم، أن كلنا يكون لنا هدف مشترك كوالدين في مصلحة أبنائنا. هنا بإذن الله أبنائنا ما بيضيعون. أما لو عاندنا بعض على نفسها جنت براقش.